تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير ملفات قاعدية صادرة عن مختلف الإدارات العمومية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، وذلك بناء على المعلومات واردة مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تزوير ملفات قاعدية صادرة عن مختلف الإدارات العمومية قد طلب تأشيرات فيزا لمختلف الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية معتبرة، على إثرها تم وضع خطة محكمة لإطاحة المشتبه فيهم ليتم توقيفهم على متن سيارة نوع بيكانتو. العملية أسفرت عن حجز أجهزة إعلام آلي ملفات مزورة تحتوي على وثائق صادرة عن إدارات عمومية ومصرفية أقراص صلبة خاصة بأجهزة إعلام آلي مبلغ مالي يقدر ب 31 مليون سنتيم، هواتف نقالة، 17 قطعة نقدية أثرية ذات معدن أصفر وأبيض تحمل رسومات أثرية، حجرين أثريين ذو اللون الأبيض. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. برعاية إيمو براو، قاع نبراو.